اهلا وسهلا بكل حبايب غالية، وحشتوني قوي 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 قوي. كل سنه وانتم طيبين. انا يعني زعلانه اني بعدت عنكم شويه، بس على راي المثل ابعد حبه تزيد محبه، وانتم وحشتوني قوي. انا بشكر كل حبايبنا اللي بيتابعونا على الصفحه واللي بيكتبوا لنا، وما تزعلوش مني ان انا يعني ما بردش يعني على كل الناس، برد على قد ما بقدر. فكلكم كلكم وحشيني قوي 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 في كل العالم. ان شاء الله بامر الله هنرجع مع بعض قريب، بس انا ان شاء الله مش عاوزه ارجع لكم غير ارجع لكم غاليه. احنا واقفين شويه عشان ارجع لكم غاليه زي ما انا، وان شاء الله كده كل اللي نفسه في حاجه يكتبها لنا على الصفحه، وان شاء الله هيبقى كل اسبوع نقعد نتكلم مع بعض عشان نبقى موجودين اشوفكم وتشوفوني، لان انتوا بتوحشوني قوي قوي قوي. وبعدين في حاجه كمان سمعتها مزعلاني، ان غاليه برنامجها وقف علشان خاطر صوت الاستاكوزا صاحيه. يا لهوي، ده الاستاكوزا كل السواحل عارفين ان الاستاكوزا لو ما تصوتش طازه او صاحيه بتفرز مواد سامه تتعب الجسم. وبعدين احنا طول عمرنا متعودين نقول الحاجه اللي تصلح الجسم تتاكل طازه، والحاجه اللي تفيدك تتاكل طازه، فاحنا ما عملناش حاجه وحشه. وبعدين الاستاكوزا ممكن تقعد يومين او ثلاث ايام عشان تموت، سواء بقى الاستاكوزا النيلي او الاستاكوزا اللي من البحر، فيا اما تجمدوها في الفريزر. فانا سويتها صاحيه، اللونها بيبقى جميل، وبعدين الصبح رابح. كل ما تاكلوا الحاجه حلوه وصافحه وفي اوانها ترمي على جسمكم. البرنامج ما وقفش عشان كده، انا صابره شويه علشان خاطر ارجع لكم زي ما انا، ولا اتغير ولا انتوا تتغيروا، لان هغير حبايبها حبوها كده. واستنونا ان شاء الله كل اسبوع هنعمل لايف زي ده، نطلع مع بعض، وكل اللي نفسها في حاجه تقولها، وانا لو نفسي في حاجه اقولها، وناخد وندي مع بعض كده، ما احنا حبايب، غاليه منكم وانتوا منها. كل اسبوع هنطلع مع بعض، تستنونا وهقول لكم هنطلع الساعه كام بالظبط عشان كلنا نبقى مع بعض في وقت واحد. اشوفكم على خير، وادعوا لنا بالتسهيل، مع الف سلامه.